مقطعنا اليوم مختلف بعض الشيء، فبدلاً من التحدث عن موضوع محدد، فقد قررنا أن نتحدث عن بعض الأشياء المثيرة للاهتمام على هذا الكوكب. هي أشياء لطالما أثارت فضولنا، حتى إننا إذا بدأنا في البحث فسوف تكون رحلة بحث طويلة على جوجل قد تستغرق حتى 3 صباحا. إليك 7 أشياء سوف تراها لأول مرة في حياتك. رقم 7، ظاهرة الطيور المهاجرة. لا يمكن أن تشاهد هذا الأمر إلا في أماكن معدودة على كوكبنا وخلال أوقات معينة من السنة. تعد هذه الظاهرة من أكثر الظواهر الطبيعية الغامضة والمثيرة للدهشة، حتى إنك إذا أمعنت النظر إليها قد تصاب بالتنويم المغناطيسي. هذه الظاهرة عبارة عن رحلات لعدد كبير من الطيور المهاجرة، ويسمى هذا الطائر بالزرزور الأوروبي. عندما تخرج هذه الطيور للطيران عند الغروب في مجموعات بحثاً عن مكان لقضاء ليلتهم، فمن الممكن أن تجذب انتباهك رقصاتهم، حيث إن لها أشكالاً ساحرة وحركات أنيقة خلال هذه الرحلات. تقوم المئات والمئات بل وأحياناً الآلاف من هذه الطيور بالتحليق سنوياً بحثاً عن الطعام أو الملجأ. أما أكثر ما يثير الدهشة بشأن هذه الظاهرة فهو أن تلك الأشكال لا تفسد نهائياً، كما أن هذه الطيور لا تصطدم ببعضها البعض قط. هناك فرضية تقول بأن الغرض الأساسي لهذه الظاهرة هو حماية الطيور لأنفسهم من المفترسين مثل طائر الصقر الجوال. عادة ما يكون طائر الزرزور بمفرده فريسة سهلة للصقر الجوال، أما الآلاف من هذه الطيور فإنها تستطيع التغلب على الصقر الجوال، وبالتالي لا يستطيع اصطياد أي منهم. رقم 6، الفلفتشية. يعد هذا النبات من أكثر النباتات غرابة على وجه الأرض. ينمو هذا النبات في الصحراء العميقة لدولة ناميبيا في أفريقيا، ويعد هو النبات الأكثر تحملاً في العالم، حيث يستطيع أن يتحمل ظروفاً شديدة القسوة. يبلغ متوسط عمره 1000 عام، وبالإضافة إلى عمره الطويل فهو أيضاً يعد بمثابة حفرية حية، حيث إن هذه النباتات كانت موجودة في عصر الديناصورات، وقد يستمر في التواجد على وجه الأرض لوقت طويل، ربما حتى ينتقل البشر إلى كوكب آخر أو حتى مجرة أخرى. بطريقة أو بأخرى سمح التطور لهذا النبات بالقدرة على إنتاج أوراق خضراء عملاقة في الصحراء، حيث يعتمد أي نبات آخر على الاحتفاظ في المياه من خلال الأشواك أو داخل تكوينات معينة من أجل البقاء على قيد الحياة. قد يكون السر وراء هذا النبات الغريب هو شكله غير المألوف، والذي يبدو من بعيد وكأنه نبات ميت. هو عبارة عن مجموعات من الأوراق على الأرض، ولكن بهذا الوضع المسطح، ويصبح لدى هذه النباتات القدرة على تكوين أجزاء صغيرة أسفل أوراقه الكبيرة، حيث تستطيع كل من الحشرات والزواحف أن تعيش. يبدو هذا النبات وكأنه من عالم آخر. رقم 5، أسنان سمكة الباكو. لقد تسببت هذه السمكة في الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي منذ انتشرت صورتها لأول مرة، نظراً لشكلها الشديد الغرابة. إذا لم تكن قد رأيتها من قبل فدعني أقول لك إنها من عائلة سمكة البيرانة، كما أن لها أسنان شبيهة بأسنان البشر. إذا قمت بالبحث على الإنترنت فسوف تجد أن هناك العديد من الصور المزيفة لحيوانات لها أسنان البشر لإظهار هذه الحيوانات بشكل مخيف، وبالتالي فقد أثير الكثير من الجدل حول حقيقة شكل أسنان هذه السمكة، وإذا كان هذا الشكل حقيقياً أم لا. هذا بالإضافة إلى الأسطورة القائلة بأن تلك الأسماك عادة ما تقوم بعض البشر في المناطق الحساسة. ظهرت هذه الأسطورة عن طريق فيلم وثائقي على قناة ناشونال جيوغرافيك، حينما ساق الحظ العثر لأحدهم إلى مصادفة هذه السمكة في نهر الأمازون، وبالفعل تعرض هذا الرجل لعضة من تلك السمكة في المنطقة الحساسة. كان هذا الحادث عارضاً لأن تلك الأسماك آكلة للعشب فحسب، لذلك فإن أسنانها مسطحة وليست أسناناً حادة. رقم 4، البيضة الطائرة.
ربما تبدو هذه الصورة للبعض منكم مجرد حماقة، إلا أنها تحتل مكانة خاصة في قلبي لأنها أول صورة توضح بشكل مثالي التغييرات المناخية الكبيرة على كوكبنا. البيضة الطائرة هي بيضة عادية تم كسر قشرتها فسقطت على أجزاء إلى الأرض في منطقة شديدة البرودة في الولايات المتحدة الأمريكية. قد يكون من البديهي أن نقول إن درجة الحرارة تصل إلى عدة درجات تحت الصفر حتى يحدث ذلك. كسر الرجل قشرة البيضة وبدأ ينظر إلى انفصال زلال وصفار البيض عن بعضهما البعض، إلا أنهما قد تجمدا على الفور وأصبحت القشرة معلقة في الهواء كما لو أنها تطير. يعد هذا مجرد واحد من الأشياء المسلية التي قد تحدث بفعل برودة الجو. أما في المناطق الأكثر برودة من الدول الإسكندنافية فإن درجة الحرارة منخفضة للغاية، حتى إنك إذا قمت بإلقاء مياه مغلية في الهواء فإن المياه سوف تتحول إلى ثلج قبل أن تلمس الأرض. رقم 3. أناكا، الغوريلا ذات الإصبع البشري. أو على الأقل هذا هو ما كتبته العديد من المقالات كعنوان في دول كثيرة حول العالم من أجل جذب الانتباه. أما الحقيقة فهي أكثر إثارة للاهتمام إذا ما أخذنا الوقت اللازم لتحليلها. أناكا هي غوريلا صغيرة تبلغ من العمر 6 سنوات وكانت تعيش في حديقة حيوان أتلانتا. ولدت الغوريلا بحالة من انعدام التصبغ في إحدى يديها، وكانت النتيجة إصبعاً وردياً يبدو وكأنه إصبع بشري. لقد أثارت هذه الغوريلا إعجاب ودهشة الكثيرين حول العالم، إلا أن هذه الحالة من انعدام التصبغ تعد الشائعة بين الرئيسيات، ولكنها نادراً ما تحدث بهذا الشكل الملفت للنظر في جزء واحد من أجزاء الجسم. لقد انتشرت صورة إصبع أناكا حول العالم مما أعاد للذاكرة مدى التقارب الوراثي بين البشر والرئيسيات. وراثياً هناك تطابق بنسبة 98% بين البشر والغوريلا أو الشمبانزي. أما عن كل الأمور الأخرى المميزة التي نقوم بها نحن البشر فهي تتم من خلال 2% من الحمض النووي، وهذا إكرام من الله الخالق. تخيلوا ما الذي كان من الممكن لتلك الرئيسيات أن تفعله إذا كانت تمتلك 2% إضافية من الحمض النووي. طبعا هذا هو ما تقوله الدراسات، ولسنا كقناة متع ذهنك مسؤولون عن هذا الكلام بشكل شخصي. رقم 2. النبات الشبح. ينمو هذا النبات في آسيا وأمريكا الشمالية، شكله مثير للقشعريرة مما جعل من ألقابه النبات الشبح سواء في آسيا أو في أمريكا، إلا أنه في أمريكا يسمى الغليون الهندي. إذا كنت تسير في الغابة فرأيت شيئا مثل هذا فعلى الأرجح سوف تظن أنه فطر ما ينمو في الظل، ولكن في الحقيقة هو نبات، إلا أنه ليس كالنباتات الأخرى لأن هذه النباتات لا تستطيع القيام بعملية التركيب الضوئي، فهو لا يحتوي على أي كلوروفيل ويحصل على غذائه من خلال عملية التفاعل البيولوجي، حيث يرتبط هذا النبات بفطر تحت الأرض مما يمنحه العديد من المغذيات. كما يتفاعل هذا الفطر نفسه مع شجرة ويستطيع من خلالها النبات الشبح الحصول على المغذيات التي تنقصه، وهذا بفضل الفطر الوسيط. هو كائن معقد وغريب ومذهل للغاية. رقم 1 وأخيراً، تماثيل لي هانغ بو الورقية. هذا الفنان البالغ من العمر 46 عاماً من أصول صينية، إلا أن تماثيله المذهلة قد جعلته يجول العالم وهو يثير دهشة من كان لهم حظ التعرف عليه. من الصعب تعريف أعمال هذا الفنان بأنها مجرد تماثيل، لأنها تنطوي على عامل تفاعلي وتحولي. هذه التماثيل مصنوعة من الورق وهي قابلة للطي والفرد، أي أنك تستطيع الإمساك بها وتمديدها وتغيير شكلها كيفما تشاء ثم إعادتها إلى وضعها الأصلي. أما الغريب في الأمر فإنه بالنظر إلى هذه التماثيل لا يمكن القول على الإطلاق بأنها مصنوعة من الورق، لأنها تبدو مصنوعة من الإسمنت أو الرخام أو الحجر. لقد ألهم لي العديد من الفنانين حول العالم لأن التجارب لا تنتهي أبداً، ومهما اكتشف من أشياء مذهلة ومثيرة للاهتمام دائماً ما يكون هناك المزيد.
إذا كنت تتساءل كم قد تبلغ تكلفة تماثيل لي هانغ بو، فإن تمثال داود الذي تم تنفيذه بواسطته وهو في الأصل الفنان مايكل أنجيلو قد بيعت مقابل 32,500 دولار. هذا كل شيء لليوم أيها الأصدقاء. أي من هذه المعلومات وجدتها أكثر إثارة للدهشة؟ في الحقيقة أجد جميع ما ذكرناه في هذا المقطع مثيراً للإعجاب حقاً. قم بالضغط على زر أعجبني والاشتراك معنا في القناة. نلقاكم بفيديو جديد من قناة متع ذهنك. شكراً على المشاهدة. حماكم الله، مع السلامة.